لا لسه ما عندناش نحن حل. قمنا هنا اليوم لتوزيع سلات رمضانية لإخواننا الليبيين وخاصة لأهل البنغازي، تقريبا 1200 سلة غذائية للأسر. كمان جئنا إلى هنا لأجل نعيش على رمضان مع إخواننا الليبيين، والأقل حاجة نقوم لهم توزيع السلة الرمضانية. وبداية شهر رمضان حتى الآن نحن قمنا توزيع في سرت، في مشاشية، في ورشفانة، في قباري، في قطرون، في درج، في كمان جفرة، في حون وسوكنة. وما زال اليوم إن شاء الله كمان سنقوم توزيع في مصراتة، وإن شاء الله نحاول أن يكون توزيع سلة رمضانية في المنطقة الشرقية كمان. لو أصبحنا في حاجة بسيطة الدواء لإخواننا الليبيين نحن نكون مسرورين، ونتمنى لأجل ليبيا يصل إلى استقرار وأمن وأمان، ونريد فقط خير لأجل أهل ليبيا.